في المدينة مواقع أثرية لم تنقب بعد بحسب خبراء آثار ومعنيين بشؤون التراث الذين يطالبون بضرورة القيام بحملات التنقيب في عدد من المواقع الأثرية لمحافظة ميسان، حيث توجد فيها كنوز أثرية يمكن أن تكتشف ثروة وطنية فيها، خاصة مناطق التلول. بسم الله الرحمن الرحيم. تعد مدينة العمارة ومحافظة ميسان من المحافظات العريقة والمحافظات القديمة في تاريخنا العراقي، سواء كان القديم أو الحديث، فهي يعني عاشت عليها مجموعة من الحضارات، وكانت في يوم من الأيام مملكة كاملة، يعني حضارة قائمة في بذاتها في وقتها. وأيضا وجدت في هذه المحافظة العريقة مجموعة من التلال، والتي تدل على عمق هذه الحضارة وقوة هذه الحضارة ويعني رسوخها في التاريخ. محافظة العمارة، يعني محافظة ميسان والعمارة بالتحديد، أنا أعتقد بأنه اليوم أهملت كثيرا، يعني من السلطات العراقية ومن حتى الآثاريين، لعدم وجود يعني هذه الكوادر التي تهتم بتاريخنا وبتراثنا العريق الكبير. يعني العمارة حقيقة يعني تعايشت عليها مجموعة من البشر في مختلف طوائفهم واعتقاداتهم، فيها يعني الصابئة المدائية، فيها المسلمين، فيها يعني المسلمين أقصد بمختلف طوائفهم، سواء كان الشيعة منهم أو السنة منهم، وأيضا فيها مجموعة من الديانات التي تعايشت في هذه المدينة العريقة. امتدت هذه المحافظة العريقة فيها يعني تقع على الأهوار، أهوارها الجميلة التي الآن أصبحت من الإرث العالمي في مدينة في هذه المدينة العريقة. أعتقد بأنه هذه المدينة العريقة الجميلة ذات الحضارات التي تعاقبت عليها لم تأخذ نصيبها الكافي من البحث والتنقيب. أعتقد بأن هناك ألغاز كثيرة جدا في تاريخ هذه المدينة، وأعتقد بأنه لو كشفت هذه الألغاز لهذه المدينة لكشفت فيها معادن كبيرة جدا وعراقة تفوق عراقة المدن الأخرى، المدن العراقية الأخرى.